السلام عليكم مرة ثانية، أهلا وسهلا بكم بالبارت الثاني من الليكشر الأول من الميونت. طبعا هو هذا الليكشر ليش صار بارتين؟ لأن اضطريت إنه أتكلم عن مقدمة أفهمكم شنو الإميونيتي، لأن أكو هواي ناس فاهمين الإميونيتي غلط. حكيت شوي هواي بالمقدمة، فباقي الليكشرات إن شاء الله نركز على صلب الموضوع اللي موجود بالليكشرات حصرا. يعني عموما بنهاية ذاك البارت وصلنا للناتشرال كلر، قلنا لكم احنا عوفة هي والفيبر والانفلاميشن البارت الثاني. شنو هي الناتشرال كلر؟ الناتشرال كلر هو سامعين عنها انتم. الناتشرال كلر ده طبعا ما يحتاج اقول لكم، اذا ترجمها بالعربي يعني هو اكبر غلط ترجم هاي الكلمات بالعربي، بس يلا ما يخالف، اللي هي القاتله الطبيعيه، خلايا القاتله الطبيعيه. اول شيء هي شنو؟ هي تشبه الليمفوسايت من ناحيه التركيب وكذا، هي تشبه الليمفوسايت تحديدا التي سيل، تي ليمفوسايت. هي تكون كبيرة لارج، هاي من تي منها تقريبا من 10 إلى 15% من مجموع كريات الدم البيض. زين، هي هاي الناتشرال كيلر. هاي المعلومات عامة ما راح تجي بالام سي كيو، يعني فتشي بديهي إلك. يعني اللي تفيدنا شنو؟ يقول لك انه هي ناتشرال كيلرز كونتريبيوت تو انيت اميونيتي، يعني تساهم عملية الانيت اميونيتي اللي هي قلنا انيت اميونيتي هي الفيرست لاين والسكند لاين، مو الادابتف. الادابتف ذاك مال البزنس مان والجماعه الفي اي بي اللي شوفتكم اياه بالصوره اللي بدايه المحاضره. الانيت اميونيتي اللي هي اول خطوط الدفاع مال الجسم. By providing protection against viruses and other intracellular pathogens. هي هاي تشتغل على كل شيء، احنا نسميها تقريبا هي الخليه الانتحاريه، يعني هاي تشتغل تاكل اخضر يابس، بس بالخصوص زين فعاليتها جدا قويه ضد الخلايا اللي بيها فيروس. زين، وايضا الخلايا اللي تكون مسرطنه، يعني اللي هي تيومر سيل او يسموها الكانسر سيل. هاي يعني ناتشرال كيلر، هاي دواهن مثل ما نقول. تمام، شلون يعني؟ هنا أنا يقول لك هي have the ability to recognize virus infective cells and tumor cells. لاحظ عندها القدرة إنه تكشف أو تحدد الخلايا المصابة بالفيروس وأيضا الخلايا اللي تيومر، الخلايا المتورمة اللي هي خلايا الكانسر نفسها. And to respond by killing these cells. إحنا هنا سنعرف. أنا قلت لكم تأكل أخضر يابس، يعني شو تأكل أخضر يابس؟ يعني هاي مو مثل التي والبي سيل يعني يشتغلن وفق ضوابط، وقلت لكم يعني مثلت لكم يا شلون البزنس مان وذول قسم الفي آي بي. لا، هاي شاكو شي قدامها اتكتلة مرات، يعني يصير أكو فد خلل من ضمن أمراض المناعة الذاتية، يقوم الجسم يعرض أنتيجين. الأن كي ما تتعرف عليه سيلف أنتيجين، يعني هو أنتيجين مالتي، يعني مال جسمي أنا يعني، بس الجسم ما متعرف عليه والناتشرال كيلر خصوصا ما متعرف عليه. فمرات الناتشرال كيلر تقتل حتى الخلايا مال جسمك اللي ما لها شغل، يعني لا مصابه ولا ايش. فلذلك قلت لكم الانتحاريه يسموها. شلون يعني؟ هل يا ترى يعني رب العالمين لما يخلق هيك خليه راح يخليه هيك هيته يعني بحيث تقتل كل خلايا جسمك؟ لا، عندها شغلتين، ريسبترين. زين، ريسبتر المفروض تعرفون شنو ريسبتر هو. هاي الخليه مثلا، هاي الخلية يكون الريسبتر هو مستقبل عليها، يعني يتشلب بشغلات اغلبها بروتينات تكون كذا. زين، على مو يعني يعطي اشارة خلوية للخلية والى اخره، لانه بلو الاخير تعرفون انتم خلايا الجسم ما بيها، ما عندها عيون وما عندها شو اسمه تشوف بيهن. لا، عندها انه هاي الريسبترات تستشعر بيهن وتعرف هل هاي المادة خطر، مادة من ضمن مواد الجسم كذا الى اخره. بيها ريسبترين. الريسبتر الاول من لكتين لايك ريسبتر. اول شيء خلينا نعرف شنو اللكتين لايك. لكتين لا، شوف اي كلمه وبصفها شارحه ولايك يعني يشبه يعني يشبه هاي الكلمه. مثلا لكتين لايك يعني يشبه اللكتين، يعني هذا الريسبتر يشبه اللكتين. اللكتين شنو هو؟ اللكتين هو عباره عن بروتين، تمام، بروتين عادي، الا القابليه انه يرتبط بالكربوهيدرات، تمام، جزيئات الكربوهيدرات يرتبط بها هذا البروتين، تمام. فهذا موجود وين؟ على الناتشرال كيلر سيلز. هذا شنو فاته؟ راح نتطرق له. خلينا نشوف الثاني شنو هو الريسبتر الثاني. هذا المهم، هذا اللي هو ابو الخبزه مثل ما يقولون، اللي هو اسمه كيلر اميونوجلوبولين لايك ريسبتر. يعني كيلر اميونوجلوبولين لايك يعني شنو؟ اشبه الاميونوجلوبولين، زين، اللي هو تركيب الانتي بودي طبعا، ريسبتر، او احنا نسميه كيلر انهبيتوري ريسبترز. شنو هذا؟ هو اللي يخلي الناتشرال كيلر ما تقتل خلايا جسمك. شلون؟ انا راح اشرح لكم الميكانيزم، بس خلنا نعرف بعد فد معلومات عن هذا. يقول لك هو ذات ريكوجنايز ذا ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. هذا الام اتش سي اللي هو الهيستو ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. هذا شنو هو بقى؟ اكو من نوعين، كلاس 1 كلاس 2، راح نتطرق له طبعا بالمحاضره الرابعه اعتقد او الخامسه، نشرح الانواع بالتفصيل. بس انا هم راح اعطيكم فد
هنت عنه أنا أموت ما تدخونه. يعني هذا مثل البروتين يكون هيك شيء يعني حامل نسميه إحنا. كل خلية بجسمك عندها MHC 1، كل خلايا الجسم اللي بيها نواة تعرض لك MHC 1 كلاس 1. إحنا خلينا بالكلاس 1، كلاس 2 مو شغلك. كلاس 1 كل خلايا جسمك وظيفتها تعرض الانتيجين، مرات تعرض انتيجين مثلا فيروس طب خلية جسمك زين، فاخذت بروتين الفيروس عرضته على مود تعدى الناتشرال كيلر تشوف الام اتش سي 1. هي وظيفه الناتشرال كيلر تشوف الام اتش سي 1 بالضبط. شنو الموجود على الام اتش سي 1 هذا الحامل اللي هو يكون هيك تقريبا شكله هيك شيء، بس اذا ما خاب ظني لان يعني انا مو قوي بالرسم عذرا، هيك تقريبا شكله يكون يعني ما المهم حاول تتخيله هيك يكون شكله بيساق واحدة وهيك يكون بس صغير يكون على سطح الخلية. شنو يلزم هنا؟ هنا يلزم انتيجين. انتيجين يعني هو الجزء الغريب اللي دخله، او يكون لا جزء من جزيئات الخلية مال جسمك، يعني بروتين مثلا من بروتينات جسمك عرضه على مود من تتعدى الناتشرال كيلر وتشوف هذا الجزء شو تسوي؟ ما تقتل الخلية لان هاي خلية جسمي ما بيها شيء. بينما اذا الان كي تعدت جت الان كي هيك شيء وتعدت وشافت هذا اللي معروض هنا مو من خلايا جسمك، يعني هذا مو جزء من خلايا جسمك، لا هذا بروتين مال فيروس عرضته مباشره الان كي سيل. شو راح تسوي؟ راح تفرز البروتينات القاتله مالتها اللي هي راح نعرفها شنو وتدمر الخليه الموجوده. فهاي فكره الام اتش سي، هو مجرد عارض للانتيجين، يعرض الانتيجين زين. بعد هيومن ليكوسايت انتيجين بي او هيومن ليكوسايت انتيجين سي، هذا يعني اللي يكشفن هذا الريسبتور كله احنا بتري، هذا كل اللي يعتبر شنو ريسبتورات خلايا جسمك تعرضهم زين، على مود تاكد باقي الخلايا انه انا ما بيه شيء. اذا صار اكو خلل او عرضت جسم غريب عليهن يعني اذا هي يا اما مصابه بكانسر يا اما لا مصابه بفيروس. يقول لك these NK receptors have both activation and inhibition properties. هنا الحكي مالتنا يقول لك هاي الريسبتورات ذني اثنيناتهم بيهن فعاليتين، يا اما اكتيفيشن اللي هو اللاكتين لايك اكتيفيتد ريسبتور، يا اما انهبيشن اللي هو كلب انهبيتور ريسبتور زين. الانهبيشن هذا مسؤول عنه زين، اللي هو يخلي الان كي ما تشتغل. يعني الان كي جت تي ام خليه من خلايا جسمك، اي خليه من خلايا جسمك شافت الام اتش سي 1 اللي عرضه، شافت كالعاده جت تعرض اجزاء من عندها زين، ما كفت شيء غريب، فهذا شنو راح يستشعره؟ يرسل اشاره للان كي انه لا تفرزين بروتينات قاتله انها خليه جسمي. بينما اذا رحنا على خليه مصابه بفيروس وشفنا الام اتش سي 1 مالتها عارض لجزء من اجزاء الفيروس عليه، راح تستشعر الان كي عن طريق هذا الريسبتور اللي هو اللاكتين لايك، ترتبط به مباشره تفرز عليه شكو شيء سم قاتل عندها على مود تقتل الخليه اللي قدامها. هنا مثل ما يقول لك ذا ان كي سيل كان لايس تارجت سيل ذات هاف undergone malignant transformation، تقدر تحلل وتفتت الخلايا اللي دا تتعرض التحول خبيث او ورم خبيث malignant يعني خبيث، and may play a role in immune surveillance against tumor establishment، ممكن تلعب دور بعملية الهروب المناعي زين against tumor establishment. هنا هذا طبعا ما حنشرحه ايضا اتوقع بالمحاضرة السابعة زين، يعني بس هم يعني راح اعطيكم فد هنت عنه. الاميون سيرفلنس اللي هو المراقبه المناعيه زين، تقوم بها بعض الخلايا من ضمنها ان كي تنصب مثل الدوريات بمجرى الدم وبالانسجه، خاف اكو يعني مثلا خليه دا تتحول الى خليه سرطانيه بس تكشفها مباشره تقتلها على مود ما تعدي باقي الخلايا. يقول لك further more they can kill certain virus infected cell، نفس ما تطرقنا تقدر تقتل الخلايا المصابة بالفيروس with alerted levels of MHC class 1 يعني MHC class 1 معروض قليل. عموما ال NK cell contain large amount of granzyme hyperforin. هنا أنا بدك تركز لي الجرانزيم والبرفورين هن أمهات الخبز، هذن بروتينات تفرزهن ال NK cell، بروتينات سامة طبعا لأن ساتو توكسيك أكشن إلهن. ساتو توكسيك أكشن يعني شنو؟ يعني يلزم الخلية المقابلة مباشرة تفتتها، تثقبها الى ان تتفتت وتصير يعني لا شيء، عباره عن فتات خلوي. بالاضافه يقول لك هنا تعتمد بشغلها على الانتي بودي، شلون وين انتي بودي برودكشن از انيشيت ان ذا ادابتيف اميون الان كي بلاي كريتيكال رول ان انتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيسيتي. هاي مهمه الجمله، هاي العمليه انتي بودي ديبندنت يعني بالاعتماد على الانتي بودي، خلينا نترجمها واحده واحده. انتي بودي ديبندنت يعني بالاعتماد على الانتي بودي سيلولار سايتوتوكسيسيتي، تسمم الخلية زين، تسمم الخلية يعني هاي العملية
تعمل على تسميم الخلايا وتحليلها بالاعتماد على الانتيبودي. شلون هسه؟ هذا طبعا هذا الكلام كله سوي لي سكيب لانه حشرحه على الصوره. مثل ما تشوف هاي كانسر سيل، زين هاي كانسر مثلا اجتي باقي الخلايا مثلا تي والبي سيل، تي سيل مثلا اكتشفت التي هيلبر يعني شافت انه هاي كانسر سيل، زين انطت سايتوكين يعني مثل الاشارات الخلويه للبي سيل. البي سيل ايش سوت؟ انه سوت لنا هذا الانتيبودي. تشوف هذا البرتقالي، هذا الانتيبودي. الانتيبودي اجى ايش سوى؟ اجى تشلب بالجدار الخلوي زين مال الكانسر سيل. هنا أنا اكو مكان يتشلب بيه زين هم ريسبتر، يتشلب بيه الانتيبودي ويظل متشلب، يظل متشلب الى ان تجي الان كي. الان كي شافت انتيبودي متشلب باوعت هيك، زين انسان ايش يسوي بالضبط؟ ماكو مكان لا اكتين لا كبسبتر لا هاي، باوعت انتيبودي، انتيبودي ومتشلب بخليه. ايش عده هنا شو دي؟ تعال تيجي تشلب بالانتيبودي، بس تشلب بالانتيبودي مباشره راح تعرف انه هاي كانسر سيل او فيروس انفكتد سيل، يعني خليه مصابه بالفيروس مباشره. شوف هذا السهم مباشره راح تفرز عليه البيرفورين والجرانزايم. هسه اني شرحت لك هاي الاسطر كلها فشي بسيط، وشرحت لك خصوصا هاي الجمله مال انتيبودي ديبندنت سيلولر سايتوتوكسيسيتي، يعني هاي بالاعتماد بوجود الانتيبودي. هاي هي اسلوب عمل الان كي سيل اللي هي الناتشرال كيلر سيل. بينما لا، اذا ما كان اكو انتيبودي راح يكون الاتي. شوف هسه مثلا هاي التارجت سيل مالتنا، زين التارجت سيل انا راح اقسم لك الموضوع الى قسمين. ابي لك تباوع مره لهنا على هذا الصوب، زين وقت تباوع مره على هذا الصوب. اذا تباوع على هذا الصوب راح نشوف عندنا شنو اللي هو الاكتيفيتنج ريسبتر، زين هذا الاكتيفيتنج ريسبتر. الاكتيفيتنج ريسبتر ايش راح يسوي؟ هذا الاكتيفيتنج ريسبتر راح يجي يرتبط بالليجاند اللي موجود على التارجت سيل، هذا يكون كربوهيدرات. اوكي تجي ترتبط بي، زين باوعت هيجي صفنت اوكي ارتبطنا، بس يا ترى هل اكو انهبيتوري ليجاند بصفه على مود يرتبط بالانهبيتوري ريسبتر؟ لان هذا اذا ما موجود على الخليه، يعني اذا هاي الخليه سرطانيه او خليه مصابه بالفيروس، فمباشره بس يرتبط هذا بهذا زين مباشره راح تفرز البيرفورين والجرانزايم والثقب الخليه الى ان تقتلها. بينما لا، اذا الخليه صح هذا ارتبط بس لا عندها انهبيتوري ليجاند، يعني عندها ليجاند مثبط يرتبط بالكلر انهبيتوري سيل، زين مباشره راح يثبط، راح يثبط عمليه اخراج البيرفورين والجرانزايم وما يقتل الخليه، لان هاي خليه مال جسمك زين طبيعيه، لا مصابه بتيومر زين، لا مصابه العفو بكانسر ولا بها انفكتد سيل ولا بها انتراسيلولار باثوجين، زين مجرد خليه عرضت لك ذن الاثنين، تجي الان كي زين تتاكد من عندها هل هاي خليه جسمك ابتبطن ذن الاثنيناتين، خلاص هاي خليه جسمي بعدين ما افرز ذني. بينما لا، اذا ابتبط بس هذا وهذا ما موجود مباشره راح تفرز البيرفورمين والجرانزايم. هنا انا ايضا رسم اخر يوضح لك، شوف هذا اوضح، هاي التارجت سيل نفس ما قلت لكم هذا الام اتش سي كلاس 1 يعرض هذا الانتيجين، هذا الانتيجين مرات يكون السيلف انتيجين مال جسمك، جزء من خلايا جسمك، عفوا جزء من اجزاء خلايا جسمك تعرضه هنا على مود الانكي تتعرف عليه، ومرات لا يكون جزء غريب يعني من فيروس او مال تيومر سيل. زين تجي الانكي باوعت هيجي شافت هذا موجود، تمام شافت هذا الريسبتر موجود لكتين ارتبطت بي، زين بس بنفس الوقت شافت ام اتش سي كلاس 1 موجود هماتين ايضا، فيجي ارتبط بي الكلر انهبيتر ريسبتر، زين اتوقف العمل، يعني ماكو شنو، ماكو افرازات على الخليه على مود اقتلها. بينما لا، بالجهه المقابله لاحظ لي هنا أنا لقيت بس هذا موجود بس ما لقيت ام اتش سي كلاس 1، يعني ماكو هذا الام اتش سي اللي يعرض لنا سيلف انتيجين اللي يقول لنا يا بلا تقتلني، لا لقيت بس واحد مرتبط، يعني اذا شنو هاي الخليه يا اما كانسر يا اما فيروس انفكتد سيلز، يعني يا اما خليه سرطانيه او خليه مصابه بفيروس. مباشره ارتبط بريسبتر واحد مو اثنين، مباشره الان كي راح يجيها اعاز، مباشره تفرز لنا شنو؟ تفرز لنا اللي هي البيرفورين والجرانزايم، ذن البروتينات السامه اللي تقتل والثقب الخليه الامامها الى ان تفتتها. هذا بشكل عام شرحت لكم عمليه ال شلون الان كي سيل تشتغل. هسه نجي للانفلاميشن وبعدين ننتقل الى الفيفر ونكون ختمنا المحاضره. هنا خلينا نشوف شنو الانفلاميشن. انت كلكم سامعين بالالتهاب، شنو الالتهاب؟ يعني الالتهاب انا اشرح لك اياه، هي تجمع زين بمكان معين من الجسم، تجمع مايكروبي طب
يروح بالنسيج زين، تتفعل كافة الفعاليات الخلوية اللي قلت لك عليها، سايتوكينات تنفريز ما سايتوكينات، تجي خلايا دم كذا، كل هن يتكون بمكان واحد زين، إلى أن المنطقة تحمر يصير بها إحمرار، وتقوم مرات تحكك، مرات شو يصير، مرات تكون ساخنة أيضا يعني تطي حرارة، من تقيسها تشوفها ساخنة بها حرارة، أو لا مرات تكون حمرة حيل حيل حمرة. شنو هاي الأسباب؟ هاي فكرتها انه مايكروب طب تكاثر بهاي المنطقة، اجت كريات الدم زين حوطت، صار تجمع مال كريات دم ومايكروب ومدري شنو، اضافة الى خلايا النسيج والسوائل والاوعية الدموية، زاد الضخ مالتها لهاي المنطقة على مود توصل كريات دم بيض اكثر زين، فهنا تصير حمرة. ليش تقوم تحكك؟ بسبب حركة كريات الدم وحركة الخلايا بهاي المنطقة تقوم تحكك. ليش تقوم مرات توجعك؟ لأن سبب هاي سائل الخلية وسائل النسيج لما تتكون به هذا العدد الهائل من الخلايا زين، راح يقوم يضغط على الأعصاب، تمام؟ يضغط على الأعصاب، فلما يضغط زين يقوم شوية ها يوخزك، وخزة ألم يسموها، وقزة مع الألم زين، إذا تدوس عليه وتضغط عليه تقوم توجعك أكثر زين. شنو سبب انه يكون حار؟ لان باختصار يعني عملية الميتابوليزم، عمليات الايض بهاي المنطقة تكون كلش عالية، يعني مود يتخلصون من المايكروب، فبالتالي تكون اكو حرارة بمنطقة الالتهاب. هسا انا اعطيتك في الانترودكشن كلش حلو، هسا خلينا نشوف ايش مكتوب وهل يا ترى كلامي صح لو غلط. يقول لك اني انجري زين، اي اصابة تكون بالنسيج مثلا، تكون يعني جرح او قرصة ذبانة مثلا، او مثلا يعني تجي تشوي نفسك يعني، او تنشوي بالغلط، هذني كلهن يسببن الجلد اللي هو الكفر اللي دا يحميك من المؤثرات الخارجيه راح يتدمر، او الخلايا هنا تتدمر، فبالتالي راح يصير باب مفتوح للباقي المايكروب الموجود على الجلد والموجود بالجو. قول طب المايكروب، من طب المايكروب راح يصير الاتي. يقول لك هذا following establishment and multiplication of microorganism، هاي الانجري الإصابة اللي يصير بالنسيج تكون مصحوبة باستقرار وتكاثر وتضاعف المايكروorganism. المايكروorganism اللي هن الكائنات المجهرية اللي هن الميكروبات زين، تضاعف وتتكاثر وتستقر بهاي المنطقة، فبالتالي هذا شو راح يسوي لنا؟ elicits an inflammatory response، يحفز لنا الاستجابة الالتهابية زين. اول شيء ايش راح يصير؟ يقول لك الانيت اميون ريسبونس اوف ماكروفاج انكلود ذا ريليز اوف سايتوكين، ان انا الماكروفاج قلت لكم راح تجي للمنطقه هاي تفرز لنا سايتوكينات، لان الاشارات الخلويه سولفت لكم عنها، من ضمنها الانترلوكين وتوما نكروتيك فاكتور الفا، هذين ايش راح يسوون؟ وبعد غيرها من السايتوكينات هنا راح يسوون اكتيفيت ماكروفاج تحفز نفسها زين، عن طريق ايضا شنو البروستاجلاندين والليكوتراين زين، هذين هماتين من ضمن السيتوكينات يعتبرن اللي يحفزن المايكروفاج على تؤدي عملها. بعد شنو يقول لك؟ this inflammatory mediator begin to elicit change in local blood vessels، هنا انا راح اتغير لنا سبب لنا تغير بالبلود فيسلز الموجوده بهاي المنطقه، منطقه الالتهاب زين، بلود فيسل يعني الاوعيه الدمويه الموجوده هنا بهاي المنطقه زين، راح يصير بها تغيير. شنو هذا التغيير؟ انا اقول لك شنو هذا التغيير. اول شيء راح يصير بها دايليشن، تتوسع على مود تضخ دم اكثر هاي المنطقه، حلو. بعد شنو؟ البلازما من يصير بها دايليشن اعتياد، تدرون الدم مكون من بلازما، البلازما هي اساس انه شنو لها فعاليه بعمليه تخثر الدم، على مود ما تنزف، ما تظل تنزف 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 بسبب الاصابه، لا زين تخثر الدم بهاي المنطقه على مود يوقف النزيف زين. بنفس الوقت تحمل كريات الدم اللي بداخل مجرى الدم زين، من يزداد الضخ ومن تتوسع الاوعيه راح يزداد الضخ مال مجرى الدم زين، فهذا بيه كريات دم بيضاء وغيرها من الخلايا راح توصل لهاي المنطقه، بالاضافه الإديما فلويد زين اللي هو السائل النسيج هنا يتجمع بمكان الانجري، فلذلك مكان الالتهاب ينتفخ، يصير بيه انتفاخ. بنفس الوقت الفايبرين زين، خيوط الفايبرين هنا تتكون ومسوينا نتورك شبكه، على مود شنو؟ على مود ما تنزف، يعني ما يصير عندك نزيف داخلي او نزيف للخارج تفقد الدم. بنفس الوقت اني هذن كلهن اسويهن، اتجمع خطوط الفايبرين واخلي سائل النسيج يتكون في سبيل شنو؟ غرض الاساسي انه امنع، شوف ليميتد the spread of organism، امنع انه هاي الاورجانزم موجوده هنا، المايكرو اورجانزم والمايكروب هذني امنعهن من الانتشار، يعني بقين بهاي المنطقه، يعني هاي منطقه الالتهاب المدور تكون مثلا على ايدك
زين من تلتهب يعني هاي الدويرة بداخلها فقط اكو مايكرو اورجانزم يعني متمنعها من الانتشار الباقي الانسجة مال الجسم. فهذا اول شيء يصير. زين ثاني شيء سكند افكت شيء يقول لك induce change in expression of various adhesion molecule on endothelial cells and on leukocyte. هنا اللي بدي اوضح لك اياه انه اكو adhesion molecule يعني جزيئات ملتصقه على الخلايا مال الدم البيض وايضا على الخلايا الظهريه اللي موجوده بمجرى الدم. زين هاي راح تتحفز زين وتمسك كريات الدم البيض اللي جاي تمشي بمجرى الدم على مود شنو؟ على مود تنقلها من مجرى الدم وصولا الى المن الى مكان الاصابه مثلا. هذا عندك هذا نسيج تمام، هذا عندك سوي لكم اياه بالاحمر، هذا مجرى الدم تمام، هذا وعاء الدموي. زين قول انفرزت هنا سايتوكينات وصلت لهنا اكو كريه دم بيضاء هنا جاي تمشي بمجرى الدم هي ما تدري. فشنو ايش راح يصير؟ راح يصير اكو هنا مثل ال الليجندات هيك هنا، بالاضافه على اكو اورد يعني هي الكريه مال الدم البيضاء بيها ليجند يعني. فهذن الريسبترات او الليجندات هذن وظيفتهم انه يلزم كريه الدم البيضاء ما تخليها تظل تمشي بمجرى الدم. زين لان هي قلت لك هي ما عندها خارج لين وعيون وهاي بتتحرك، هي تستشعر تمام. فتجي هاي الخليه تشلب بهذا في سبيل على مود توقف الحركه مال كريه الدم البيضاء. هالدور شو راح تسوي؟ راح تجي تجيبها تشلبها هنا، وش راح يصير؟ راح يصير اكو مثل الفتحه هنا، لاحظ يصير اكو مثل الفتحه البسيطه هنا على مود شنو تعبر من خلالها كريه الدم البيضاء زين وصولا الى النسيج ومكان الاصابه. زين هذا اللي هو السكند افكت اللي هو التاثير الثاني بعمليه الانفلاميشن. وهنا انا شرحت لك اياه يقول لك ها سيتش اس سيلكتين مثلا، سيلكتين هو هذا اللي قلت لك الليجند الموجود بالاوعيه الدمويه. زين انتجرنس كاز ليكوسايت تو اتاش تو اندوثيليال سيل، يخلي الليكوسايت اللي هي كريات الدم البيضاء تشلب او تلتصق بالخلايا الظهريه مال الاوعيه الدمويه على مود شنو تعصر روحها وتصير موفمنت اكروس ذا فيزل وول بعمليه الدايبيديسيس اللي شرحتها انا بالبيولوجي مقدمه الاميونتي اذا تذكروها. زين اللي هي شنو؟ تبدي تعصر نفسها نفس ما قلت لكم الى ان اكو مثل الفتحه جدا تكون ضئيله بال الاوعيه الدمويه، تعصر روحها بهاي الفتحه الى ان تنتقل للجانب الاخر اللي هو مكان الاصابه اللي هو داخل النسيج. زين هذا التاثير الثاني. التاثير الاول قلنا توسع الاوعيه الدمويه على مود تنقل البلازما وتنقل كريات الدم لمكان الاصابه. ثاني شيء يصير اكو تغير بالجدار مال الاوعيه الدمويه. زين على مود يجيب الكريات الدم البيضاء المكان الإصابة. بعد شو راح يصير؟ يقول هذا إني مثلاً ال PMNS اللي هي نيوتروفيل، ذن الفاجوسيتيك سيل طبعاً وصلاً للمكان صار به المجريت، وصلاً لل عن طريق الكابيلاريز وصلاً للنسيج. شو راح يصير؟ راح يظلن يتبع عن الكيموكين العفو، هذا الكيموكين اللي هنا ذني قلت لك عليه الإشارات الخلوية يسوون مسار. زين يتبع عنها يقول وصلت للمكان مال شنو؟ مال الإصابة. شو راح يصير؟ هنا أنا الليكوسايت راح تبدي تشوف اكو بكتيريا او مايكروب مباشرة راح تبدي تسوي شغلها. زين واحنا تطرقنا قبل شوية شلون يصير الفاجوسايتوسيس والى اخره، قول مثلا سوت شغلها الى اخره، كمل كل شيء. ورا ما يكمل كل شيء ونتاكد انه احنا قضينا تماما عن المايكروب، راح تجي الماكروفيج تلتهم الفتات الخلوي وتنظف المنطقة من الإصابة والبقايا الخلوية. بالإضافة شو راح يصير؟ راح يصير repairing للتشو دامج. زين أو للدامجينج تشو. repairing يعني شنو؟ الأنسجة اللي تضررت بسبب الإصابة هاي بسبب المواد السامة اللي تفرزها الميكروبات. زين راح تبدي يصير عملية recovery استشفاء وعملية تصليح بهاي الأنسجة. يعني تقريبا الموضوع يطول لفد يوم يومين هيك شيء الى ان تنبني انسجه جديده. زين هذا كل ما في الانفلاميشن. انا يقول لك soon the pH of the inflamed area becomes more acid. زين ancillary protease induce lysis of the leukocyte. هنا هم يقول لك يعني واحدة من الاستجابات اثناء الالتهابات. زين شو راح يصير؟ المنطقة الملتهبة تتغير ال pH مالتها تصير اكثر حامضية وتقوم تنفرز المواد اللي تسبب تحلل للخلايا، من ضمنها عندك البروتييز. البروتييز هذا للليكوسايت. زين بداخل الليكوسايت شرحناه بالبيولوجي، البروتييز هو وظيفته يحلل البروتين مال الخليه. زين فقلت لكم الليكوسايت البي ام ان اس تحديدا
لما تأدي وظيفتها بلعمة مرة واحدة تموت. من يقتلها البروتيز بدي يحللها من الداخل إلى أن تتحلل ويبقى منها بقايا. بينما أنا أقول لك اللارج مونونيوكليير ماكروفيج arrive on the site and the term engulf leukocyte debris، يعني الماكروفيج قلت لكم تنظف هاي البقايا الخلوية تلتهمها، وبالأخير تلتهم باقي الفتات الخلوية مال المايكرو أورغانيزم إلى أن يتنظف المكان من المايكرو أورغانيزم، يلا يصير عملية إعادة بناء للنسيج. هاي فكرة الانفلاميشن كلها شرحت لكم إياها، ماكو فد شيء صعب بيها، الأسئلة جدا واضحة يعني ما أتوقع يحتاج أحدد لكم إياها. يعني أبسط شيء الفيرست إفكت تعرفتوا بعد الفيرست إفكت زين، اللي هو سب دايليشن بالشي يسمونه بالبلود فيسل، هاي ذا بيجن يسب دايليشن. بعدين السكند إفكت شو راح يصير؟ السكند إفكت سكند إفكت يصير تشينج زين بالإندوثيليال سيل والليكوسايد زين. هنا اشرح لك الميكانيزم ما تجي كاسئله. هنا انا بس يقول لك الميجريشن او الكيموتاكسيس العفو شنو السبب مالته. السبب الرئيسي اللي هو الكيموكينات اللي توصل الليكوسايت الى منطقه الاصابه زين. هنا انا بالصوره مثل ما تلاحظ اي مثلا يعني صار عندنا اصابه، هنا أنا جرح بسيط، هنا انا طبت بكتيريا موجوده على الجلد طبت لداخل النسيج زين. ايش راح يصير هنا؟ اول شيء يقول لك هاي دامج تشو زين، من تدمج التشو راح ينفرز الهستامين وينفرز البروستاجلاندين والليكوتراين والى اخره، يعني يصير شيء يصير عندنا توسع بكريات العفو توسع بمجرى الدم اللي هي البلود فيسلز الاوعيه الدمويه. من يصير توسع ايش راح يصير هنا؟ ثالثا هاي شوف لاحظ لي البلود فيسل هذا زين جاي ينقل كريات الدم زين. كريات الدم شو تحتوي بيها؟ صفيحات دمويه من ضمنها كريات دم بيضاء، هاي اللي قدامك هاي الحمراء ما لها شغل زين. صفيحات الدمويه راح تعبر لهنا على مود توقف النزيف، يصير اكو خطره بهاي المنطقه حتى ما يطلع دم للخارج وتظل تنزف زين. بينما كريات الدم البيضاء شوف لاحظ لي شلون هنا تعصر نفسها على مود تطلع من الوعاء الدموي وصولا الى النسيج. من وصلت للنسيج هنا ايش راح تسوي؟ راح تبدا تلتهم البكتيريا الى ان تنظف المكان من البكتيريا، ورا ما تنظف المكان من البكتيريا راح تموت، راح يبقى عبارة عن هاي المنطقة كلها فتات خلوي، تجي الماكروفيج تنظف هاي الهوسة اللي صارت هنا، يلا يصير هنا عملية إعادة بناء بالنسيج اللي انضار. نجي هسه للفيفر اللي هي الحمى أو السخونة مثل ما اسمها بالعامية. سنت تتفاعل السخونة هي مو مضرة يعني لي تخيل جسمي أسخن ونحول وما أبي حيل أتحرك وهاي شلون يعني؟ هل يعقل انه هاي وسيله دفاعيه؟ اي حبيبي هاي وسيله دفاعيه. شلون هاي وسيله دفاعيه؟ خلي بالك شغله، رب العالمين عز وجل ما يخلقك يعني انت فتشي بيك انه هو يخلي فتشي بيك انه عبثا، لا حاشا لله. كل شيء بجسمك زين مخلوق بمقدار، كل عمليات جسمك تشتغل بمقدار، كل الأشياء بجسمك وفق نظام معين، نظام جدا متكامل جدا رائع يدل على وحدانية الله عز وجل بالخلق زين. نجي هسه الفيفر السخونة تعتبر is the most common systemic manifestation of the inflammatory response and is cardinal symptom of the infectious disease. الفيفر تصاحبنا طبعا أثناء الانفلاميشن تمام، مو كل انفلاميشن يعني مصاحب الفيفر، يعني مثلا أبسط شيء مثلا إذا قرصتك بقاء وصار عندك إنفلاميشن بسيط أنا هذا مو يصير وراء سخونة، لا إحنا إذا نحكي إنفلاميشن مثلا نمن يصير بك إنفلونزا فد شيء هاي الأمور الطيبة زين تنشل يعني صاحبك مرات سخونة إي هذا بدنا نحكي عنه. بس ما من قرصات بقاء صارت لي إنفلاميشن قل لي هذا مو إنفلاميشن ليش ما يصير بيه فيفر؟ لا مو لهالدرجة يعني. إنفلاميشن إذا كان قوي أكيد راح يكون مصاحب الفيفر، إذا كان بسيط لا يعني بسرعة ينتهي. هنا اللي أريد أن اوضح انه الفيفر نعمه من نعم الله. شلون؟ لان عن طريق ان تعرف انت الاصابه مالتك شنو، تعرف ان انت مصاب بمرض اصلا يعني. هم الاطباء شلون يعرفون لما يشوفوا عندك انفلاميشن وفيفر وبعض غيره من الاعراض تظهر عليك زين، من ضمنها الفيفر اللي هي السخونه زين، يدل على ان انت مصاب بمرض معين زين. فهي نعمه لو مو نعمه؟ اكيد نعمه. شلون يصير الفيفر؟ بس انا افهمكم بالبدايه خلينا نعرف فد شغله. يقول لك اكو التيميت ان انا thermoregulator center مركز تنظيم الحرارة بالجسم بالهايبوثالاموس. نرجع ونقول أنا رسمي جدا فاشل زين، بس أنا شنو راح أحاول قدر الإمكان أرسم يعني الساعة أعتبره دماغ بارك الله بيك زين، هذا دماغ على الحبل الشوكي زين. هنا المهاد كلكم تسامعين بالهايبوثالاموس طبعا
ثلاموس المهاد، هايبوثلاموس هي غدة تصير تحت المهاد هنا تقريبا. أنا باسمي جدا فاشل، بس أنتوا تقريبا تبحثون بالجوجل هايبوثلاموس يطلع لكم التركيب التشريحي للدماغ ومكانها وين. هاي الغدة لها عدة وظائف، من ضمنها أنه هي مركز تنظيم حرارة الجسم بأكمله. حرارة جسمك مو 37 ستاندرد زين، هاي الستاندرد مالته 37 سيليزي، من ينظم لك إياها الهايبوثلاموس، تزداد تنقص كل يوم الهايبوثلاموس. فأول شيء يصير بالفيفر ألتيميت ريجولاتوري أوف ذا بودي تمبرتشر، أغير الـ 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 أو أنظم حرارة الجسم عن طريق مركز تنظيم الحرارة اللي هو الهايبوثلاموس. شلون؟ هسه أنا أفهمكم. يقول لك عن طريق إنه أكو سبستنس تكون كيبابل أوف إنديوسينج فيفر، تقدر إنه تحفز لنا الفيفر وتحفز نشوء الفيفر، يعني تحفز السخونة. شنو هي؟ مثلا يقول لك البايروجين هو يعتبر اندوتوكسين، اندوتوكسين اكزوتوكسين دائما تعرفوه بالبكتيريا، ان شاء الله اشرح لكم اياه باقي الزملاء من نشرح لكم البكتيريولوجي ورا ما نكمل هذا الكورس. اكو شيء اسمه اندوتوكسين، اكو شيء اسمه اكزوتوكسين بالبكتيريا وباقي المايكروبس. الاكزوتوكسين هي البكتيريا تفرز السموم مالتها الى الخارج، يعني اكزو، بينما اندو تفرز سمومها الى الداخل على مود لما تموت زين تستمر الاذيه مالتها، ورمى تموت وينشق الجدار الخلوي تطلع هاي السموم للخارج وتظل تضر بالمنطقه الموجوده بيها. تمام. فمن ضمنها البايروجين، البايروجين هذا زين يسبب لنا تحفيز للفيفر. والسيتوكين اللي تفرز من الليمفويد سيلز، السيتوكينات احنا قلنا لكم شنو السيتوكين عرفتوها، اللي تفرز من الخلايا الليمفاويه مثل الانترلوكين، بالاضافه انه مو بس الخلايا الليمفاويه، يقول لك اكو فيريس اكتيفيتر كان اكت اوبن مونو نيوكليير فاجوسايتس و اذر سيلز، ممكن تحفز نفسها على متفرز الانترلوكين 1. هذا الانترلوكين 1 شو يسوي؟ بالاضافه الى طبعا ويا حط لي البروستاغلاندين هنا ما مذكوره، بروستاغلاندين هذين الاثنين هي يروح لوين؟ يروح من مجرى الدم. شوف لاحظ لي يروحن بمجرى الدم يوصلن للدماغ، من يوصلن للدماغ يوصلن الهايبوثلاموس. هنا يرستن الهايبوثلاموس على الهاي تمبرتشر. هاي تمبرتشر شنو يعني يرستن على الهاي تمبرتشر؟ انا اقول لك يعني انه تخلي جسمك درجه حرارته تزداد. شلون؟ عده طرق. مثلا يزداد تقلص الأوعية الدموية زين، يعني يزداد التقلص مالتها، تقوم تضخ دم أكثر، فهاي الحركة تطلع حرارة أو الطاقة الحركية، طاقة حرارية راح تطلعها بالأخير زين، فيزداد ضخ الدم عن طريق زيادة تقلص الأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك شو راح يصير؟ راح يصير شيفرينج عندك، شيفرينج اللي هو الرجفة. سمرات تستغرب هي مو جسمي حاراني ومسخن ليش أرجف؟ الرجفة هي من العوامل اللي تسبب لنا السخونة زين. شلون الرجفة هي عبارة عن شنو؟ ترجف يعني عضلاتك واحدة جاية تطخ بالثانية، واحنا نعرف العضلات واحدة من وظائفها جهازك العضلي انه ينتج لنا طاقة. شلون؟ هو مو جاي يتحرك، الطاقة الحركية راح تصير طاقة حرارية وتصير حرارة. تمام زين. فهذا الشيفرينج عضلة جاية تطخ بعضلة، فهاي الحركة مالتنا راح تصير طاقة حرارية وتزداد الحرارة. بعد شنو اللي يزود لنا حرارة الجسم؟ زين عمليات الأيض بداخل جسمك كلها تزداد. ليش؟ لأن الثايرويد ستيمولايتنج هرمون راح ينفرز أيضا، يروح للثايرويد جلاند الغدة الدرقية اللي هي بدورها هي اللي تسرع وتحفز كل عمليات الأيض بداخل جسمك. باختصار أنت جسمك يشدوا له تيربو أثناء السخونة زين، كل شيء راح يزداد سرعته بجسمك، بالتالي راح تزداد الحرارة فوق 37 على مود. شنو الفائدة من هذا الغرض من هذا كل الحكاية؟ شنو على مود؟ مثلا أول شيء يعني أنا شو استفاد؟ استفاد إنه أول شيء increase effect of interferon. الانترفيرون قلت لكم هذا بعدين نشرح لكم إياه، بس فد معلومة عامة عنه، مثل البروتين والسيتوكين ينفرز عن طريق الخلايا المصابة بالسرطان إلى آخر، أو المصابة بالفيروس عفوا، على مود ينبه الخلايا المجاورة الأخرى، على مود تجهز نفسها إذا الفيروس هذا انتقل لها، يعني من الأخير إلى دور جدا كبير بالقضاء على الفيروس. فأثناء الفيفر يعني نمو نسخ وتزداد حرارة جسمك يزداد تأثير هذا الانترفيرون. بعد شي يصير يزداد انكريز، شي يصير بعد انكريز effect
of transferrin. هذا الترانسفيرين هو بروتين وظيفته انه يحرم البكتيريا والميكروب من عنصر الحديد. ليش يحرمه من عنصر الحديد؟ حتى على مود ما تستعمله بعمليه الايض، لان عنصر الحديد جدا مهم بعمليه الايض عند كل الكائنات الحيه. على مود تحرمها من الايض، على مود شنو ما تشتغل. بعد شنو؟ انكريز تشو ريبير، عملية إصلاح النسيج اللي سولفت لكم عنها، وروميكمل الإنفلاميشن يصير عملية إصلاح النسيج. هاي كلها زين، كلها سجلها يمك. هذين كلهم فوائد الفيفر أو الفيفر فانكشن، بعد غيرها من الفوائد بس هذين الأهم زين. فهاي تعرفت أنت ليش الفيفر يصير عندك، ليش يصير عندك سخونة. يعني مثلا هما بطريقة طفولية، هاي العملية الهوس اللي حكيناها هنا كلها، بدل مثلا ما تنحل بساعة ساعتين زين، ويا الفيفر وهاي التسريعات اللي صارت وعمليات الايض السريعه والى اخره، والدم ده ينضخ اسرع وخلايا تجي اكثر، وهاي بدل ما تاكل الموضوع ساعه ساعتين يقلل الوقت مثلا نص ساعه ربع ساعه هيجي الكل مكان، والكل انفلاميشن طبعا والى اخره. فهاي كل ما بي الفيفر. هنا انا بعد النقطه الاخيره نفس ما قلت لكم، يقول لك among these activator are microbes and their products. يعني هنا ذني افراز الانتبلوكين وما انتبلوكين يتحفز عن طريق التوكسين تفرز البكتيريا، وعن طريق الاندوتوكسين شرحت لكم اياه، وعن طريق وجود معقد الانتيبودي انتيجين، انتيبودي مشلب انتيجين على مود يسوي لنا فيفر، ومكومات بمكان واحد، فاكله تخلي الخلايا تفرز انتبلوكين 1 على مود تسبب لنا فيفر. هنا شيء يقول لك الانتبلوكين 1 هاي جدا مهمه، carried by the blood to the thermoregulatory center in hypothalamus. خلاص افتهمتوها. شو راح تسوي لنا؟ تسوي لنا physiologic response، استجابة فسيولوجية. هنا أنا راح تتحفز هذه الاستجابة الفسيولوجية، شو يصير عندنا؟ result in fever. زين، أنا الاستجابة الفسيولوجية هو شرحت لكم يعني شلون الجسم يسوي سخونة. زين، عن طريق يقول لك increased heat production، إنتاج الحرارة داخل الجسم. شلون إنتاج الحرارة؟ يعني هاي المصدرين اللي كلش مشهورات وإن الموست كومون، الشيفرينج اللي هو الارتجاف، يعني عضلة تطخ بعضلة. وبعد شنو؟ increase rate of metabolism. هذين طبعا يجي بالام سي كيو، فجدا مهمات بس ما اعرف ليش ما ذاكرتين الدكتورة. والسبب الاخير اللي هو increase vasoconstrictor. تزداد تقلص الأوعية الدموية على مود يزداد ضخ الدم على مود شنو؟ يولد حرارة. بنفس الوقت reduced heat loss أو الهيت لوس، هنا reduced heat loss شلون؟ عن طريق إنه مثلا أنت شلون يعني تبرد جسمك؟ جسمك يبرد عن طريق sweet gland secretion. sweet gland secretion مثلا اللي هو التعرق مالتك اللي هو خفض من حرارة جسمك، فهنا التعرق راح يكون قليل على مود ما يخلي جسمك يخسر الحراره، على مود ظل جسمك حار. زين، ستلقون مرات انا من اسخن اعرق. اي تعرق، بس ما تعرق هيك وحدك، لا لازم تتغطى ببطانيه تقعد بمكان حار. زين، هاي الانفايرمنت مالتك كلها تصير حاره، يلا جسمك فدنه وبيقب، بعد غصبا عليه السويت جلاند تفرز العرق الى الخارج على مود يبرد جسمك. بس بالحاله الطبيعيه لا، انت المفروض ما تعرق على مود ما تخسر الحراره. هذا كان كل ما بالفيفر زملائي الطيبين، أتمنى أكون فدتكم قدر الإمكان، إن شاء الله النجاح لكم، خصوصا لمرحلة الثانية دور ثاني حاليا وزاري. لا تتوترون، وكل الأشياء اللي أجتنا واللي محتمل تجي أنا أذكر لكم إياها بالمحاضرات. زملائي بالمرحلة الأولى الناجحين المرحلة الثانية عذراً على طالة، بس يعني هي دائما المحاضرة الأولى تكون طويلة. اللي يسأل يابا أكو بعد سلايدات انترفيرون وكومبلمنت سيستم، يعني لا الغلط يعني مو يعني الله يحفظ الدكتورة اللي مسوي المزمة حاطتني هنا أنا صح وذاكرتني بشكل كلش بسيط، بس بالمحاضرة الثانية والثالثة يعني ذاكرتني بالتفصيل، فأنا ليش أذكرن هنا وأذكرن هناك؟ بالمحاضرة الثانية والثالثة راح نتطرق للانترفيرونز والكومبلمنت سيستم، يعني شرحن وفوائدهن. شكرا جزيلا لحسن استماعكم وعذرا على الإطالة، وإن شاء الله أكون فدتكم. وما لنا إلا أنه نطلب منكم تدعونا بالتوفيق والنجاح الدائم، وإن شاء الله التوفيق والنجاح الدائم لكم أيضا. وشكرا لحسن الاستماع، وفي أمان الله.